مساء الخير يا وجوه الخير، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله يوصلكم الفيديو وانتم ما في احسن الاحوال. شكرا بزاف على لي كومونتير ديالكم، شكرا بزاف على كامل اللي زابوني اللي راهم يزيدوني كل يوم، شكرا على لي جيم، شكرا على كل حاجه، شكرا لانكم راكم هنا معنا. القناه هذه ما راهاش قناتي انا وحدي، راها قناتي وقناتكم انتوما، لانه بصراحه بكم انتوما راها هذه القناه. كما العاده ميني بودجي دو سابرينا، نتكلموا على كل ما هو اقتصاد التوفير، كيفاش نسيروا لو بودجي نتاعنا بو ميو جيري لو بودجي، نتكلموا على الحصالات على لي ديفي اليسونسييل. هنايا نتكلموا غير على الفلوس الدراهم، كيفاش نخبيو، كيفاش نديروا مشاريع، كيفاش كيفاش، المهم كل ما يتعلق دراهم. اوكي هذه رانا متفاهمين. قبل ما نبداو الموضوع نتاعنا، اذا ما عاد ما دايرينش ابوني ديرونا ابوني، الى ما درتوش لايك خليونا لايك من البدايه، خليونا كومونتير بعد ما تسمعوا للفيديو. نبداو في الموضوع نتاعنا. كما شفتوا من العنوان، اليوم تقسيم 500 اورو للشهر كامل. هنايا كما راكم تشوفوا كاين 500 اورو. باش نتفاهموا من البدايه، 500 اورو ماهوش البودجي تاعي، ولكن واحد المتتبعه كانت خلات لي كومونتير، وكاين بزاف اللي كانوا خلاو لي هاد لي كومونتير نتاع اني نقسم لهم البودجي نتاعهم. بصراحه انا هذه مده كنت ندير تقسيمات نتاع الشهريه، ولكن في واحد الوقت حبستو، لانه كل ما كنت نحط يعني تقسيم هاد البودجي وصلوني عدد هائل من يعني نقولوا انه الكومنتارات السلبيه، فوليت نتفادى هاد التقسيمات. على بها حاولت اني نولي نقسم هاد التقسيمات سواء في الكومنتار ديريكت او في الانستغرام، يعني كي يوصلوني ميساجات بريفي نقسمهم هكذايا في الميساج ديريكت. فانا نقول لكم روحوا عندي للانستغرام هكذا اذا حبيتوا ندير لكم تقسيمات من الاحسن، ولكن نولي مره على مره ندير تقسيمات على اليوتيوب. هذه واحد الاخت ما رانيش عاقله على الميساج ديالها بالذات، ولكن اذا ما خفتش نغلط يعني هذه الاخت هما خمسه افراد، دونك وهي الزوج ديالها عندها ثلاث اولاد، ما بين هاد ثلاث اولاد كاين بيبي اللي في عمره سنه وبيبي اللي في عمره سنتين، ومن بعدها الولد الثالث كبير شويه، ومن بعد كاينه هي وراجلها. دوكو خمسه افراد بيناتهم الزوج نتاع لي بيبي. راجلها يبدل 500 اورو، هاد 500 اورو تفوت بها الشهر كامل، طلبت مني باش ندير لها التقسيم. بصراحه خواتاتي نتمنى يعني هنايا في لي كومونتير تحاولوا تخليوا لي الراي ديالكم. 500 اورو كيفاش مثلا الى وحده عندها نفس لوكا خمسه افراد مع زوج بيبي، كيفاش تقسموا البودجي نتاعكم؟ انا جاتني شويه صعيبه ما نكذبش عليكم، 500 اورو بالرغم من اني ديما نقول لكم انه انا البودجي اليمونتير ديالي ماهوش كبير، ولكن ما تنساوش انه انا دايره ان بودجي سبيسيال بيبي. فكما على بالكم البيبي توسكي كوش لي برودوي اونتروتيان، انا هادو دايرتهم ابار، ما دايرتهمش في البودجي اليمونتير، لانه بصراحه غاليين وبزاف. على بها شحال من مره يقولوا لي 300 اورو للبودجي اليمونتير قليل، ولكن لانه انا دايره ان بودجي بيبي سي بور سا يعني يبان لكم هذاك البودجي قليل. فانا في وجهه نظري انه وي ماما وي ماما اي انه 500 اورو شويه قليله، خصوصا وانه كاين دو بيبي، ولكن شحال وانا نخمم نخمم، فقلت انا حاولي اختي انك قبل ما نهضروا على كيفاش نقسموا هاد 500 اورو، ما نقدروش نديروا منها لي بارم. كما على بالكم انا ندير مثلا مواد غذائيه، مواد تنظيف، ندير ثانيك واش هي ريستورون ديفير، ولكن ثانيك عندي الشوبينغ، واش ثاني فاكونس سونتي، هادو ثانيك ما نوريهم لكمش دائما، ولكن عندي هاد لي زونفلوب ثاني ولو اني نديرهم سيغ ليفري، يعني ما نخرجهمش دراهم. ولكن باش نكونوا واقعيين 500 اورو ما نقدروش، اللي خمسه افراد اللي فيها دو بيبي ما نقدروش نقلعوا منها ثاني لي فاكونس كامل. فانا على ما فهمت انه الزوج ديالك يمد لك 500 اورو لكل ما هو اكل، ولكن البقيه كيما لي شارج فيكس لويي اسورونس هاد الحوايج كامل هو اللي يديرهم، و سي دي بريلافمون،
ولي فاكونس تانيك هو اللي يتكلف بهم. فانا لازم نقسم هادو غير البقية الامور. خممت وخممت فقلت انا فيما يخص المواد الغذائية خل ديري 400 اورو، 400 اورو، بحيث انك ديري 100 اورو لكل سيمانة. تقدري تقسمي الشهر على 4 اسابيع، كل اسبوع ديري له 100 اورو. بطبيعة الحال شحال ما يبقى لك حاولي انك ديريه اكوتي، ديري حصالة، ديري ان ديفي. تقدري كاين بزاف لي ديفي اللي تقدري ديروهم، ديفي 5 اورو، كاين هاد لا تيغليغ اللي مثلا كيما انا ندير فيها لي بياس تاع 1 اورو 2 اورو و 50 سنتيم. كاين مجموعة كبيرة من التحديات، ولكن باش نكونوا واقعيين 500 اورو للشهر كامل مع 3 يعني اونفون 5 دون لا ميزون، شويه واعره انك ديري بزاف نتاع لي ديفي. من الاحسن انك تبدي غير بواحد، الا شفتي روحك تقدري داك الساعه تزيدي لو دوزيام ديفي. كما قلنا 400 اورو للمواد الغذائيه، حاولي هذاك المواد التنظيف ما تشريش بزاف، شري حاجه قليله. و كي نقول حاجه قليله ماشي معناتها انك ما ديريش التنظيف، لا اختي، شري غير هذوك المواد الضروريه. مثلا في الميناج انا شخصيا ما نديرش البرودوي بزاف، عندي لو جافيل، عندي الفينيغ، عندي البيكربونات، عندي ليكيد فيسيل اللي بصراحه نديرو حتى في الميناج، عندي البرودوي دي ليسيف وما نشريش هذاك اللي غالي. روحي ليدل عندهم واحد البرودوي تاع ليسيف فريمون فريمون لي باشير. ثاني كواش نشري هذاك البرودوي دي تارتون اللي نديرو هكا للطواليت، ولكن هذاك البرودوي ما نديروهش كل يوم خواتاتي، نديروه مره في الزمان. اما في الميناج اليومي نديرو الجافيل، وتقدري ديري هكا شويه ايزيس. ايزيس بون حنا نقولو ايزيس نتاع البلاد، ولكن يعني هذاك البرودوي دي سي لي فيسيل مع شويه جافيل، والله ديري غايه الرغوه وديري الميناج. المهم هذه وجهه نظري انا. فيما يخص المواد يعني اللي يديروهم انت لروحك باه تغسليتو، فكاين مو شخصيا ما نشريش جال دوش، سي تري رارو نشري هذاك الجال دوش اللي زعما ريحته شابه وكامل، ولكن كي نبغي ندوش بيان كوم الفو صدقوني انا ما نستعملش الجال دوش لانه يدير لي حساسيه. فنغسل غير بالصابون، ماشي صابون الطرف هذاك اللي نغسلو به، ولكن صابون مارسي، ويقعد معاكم شحال شحال يطول. الشامبوان جربي انت الشامبوان اللي يخرج عليك، ولكن سي با دائما هذاك الشامبوان اللي غالي هو اللي هو اللي يخرج علينا. بعض المرات نشريو الشامبوان اللي ما يكونش غالي ويكون احسن من هذاك الشامبوان اللي غالي. وبصراحه خواتاتي ما عندكش بزاف لو شوا، راكي فهمتني، مع 500 اورو الى تشري مواد التنظيف ومواد التجميل اللي غاليين، فما يبقالكش باه تاكلي، وما يبقالكش باه تشري الكوش والحليب نتاع البيبي، راكي فاهمه يعني. يا اما تزيدي تطلعي في البودجي، اما اذا اختاريتي انك تخلي هاد 500 اورو فضروري انك هاوشمو تبدلي في المشتريات نتاعك. اذا كنتي تشري مواد التنظيف اللي غاليه ومواد التجميل اللي غاليه، حاولي انك تبدلي لي مارك اللي مطريه تشريهم. كاين دي مارك اللي ماشي غاليين ويكونوا ملاح، هذه فيما يخص مواد التنظيف والتجميل. فيما يخص هذيك ال 400 اورو تاع المواد الغذائيه، فبطبيعه الحال كاين مجموعه من الاجراءات تقومي بها باه تقدري تاكلي غير 400 اورو. ديجا اذا تاكلي اللحم الاحمر يوميا، ف 400 اورو ما غاديش تكفيك هذه رسميا. بطبيعه الحال راني معاك ان البروتين ضروري، ولكن البروتين يا اختي ما نلقاوهش غير في اللحوم. فحاولي انك تنوعي في الاكل ديالك. هنايا بلا ما ندخل بزاف في هذا الموضوع، لانه راه عندي فيديوهات سابقه نتكلم على كيفاش نديريو الفيجي اليمونتير. دروك نروحوا لهذيك 100 اورو اللي راهي باقيه، اللي قلت لك يعني فيما يخص للبيبي. فيما يخص 100 اورو اللي راهي باقيه، مع العلم انه عندك زوج نتاع لي بيبي، لانه بيبي نتاع 2 وواحد نتاع 1، فحتى 2 مازالوا بيبي. 100 اورو صدقيني قليله قليله وبزاف باش تشري كامل واش يخص البيبي. كاين الكوش، كاين الحليب، كاين لي برودوي دونتروتيان،
هادو كامل صدقيني 100 يورو ما تكفيش، ولكن كاين مجموعة إجراءات فيما يخص الحليب. إلى مثلا أنت ما راكي عادة تمدي للبيبي ديالك الحليب ديالك، فهادي طوميو طوميو لأنه الحليب غالي بزاف، فديجا البيجي تاع الحليب راكي تنقصيه. فيما يخص ليكوش، بالبيبي ديالك اللي عنده ديجا 2 زون، جو بونس كو فريمون سي لو مومون باه تحاولي انك تقلعي له الكوش، لانه حتى الكوش راهو غالي بزاف. فلو فات انك تقلعي له الكوش هنايا راكي تزيدي تربحي هذاك البودجي اللي كنتي تخلصيه في الكوش. فيما يخص البيبي نتاع انو اللي اونكور فريمون بوتي، ولكن مع الوقت غادي تقلعي له الكوش. دونك هذا هو الشيء اللي قدرت انا نديرو باش نقسم لك لو بودجي نتاعك اختي. ما رانيش عارفه اذا راكي مراه عامله او لا، وديجا ما عنديش الحق اصلا نسقسيك اذا راكي مراه عامله ولا لا، لانه انت هي حره دراهمك اذا ديريهم في هاد يعني تعاوني راجلك بهم او لا، هذه امور شخصيه. المهم شكرا خواتاتي لانكم بقيتوا معي، الى يهمكم هذا النوع من الفيديوهات اني نقسم لكم الشهريات، فنيزيتي با انكم تخليوا لي كومونتير. مع السلامه، نعطيكم موعد للفيديو القادم. مع السلامه، دمتم في رعايه الله وحفظه.